لا حقيقي ملف مهم، لان انا بحس ان الفيتامينز في الجسم هي دي البنزين بتاع اي بني ادم. يعني لو انا في نقص عندي في اي فيتامين او اكتر من واحد، انا ببقى مش في وعي، ببقى مش في الباور بتاعي، يعني بتبقى مشكله. صح، هو فعلا زي ما قلتي يا نهوان، ده نقص الفيتامينات هتعمل مشاكل كبيره جدا. من اعراض نقص الفيتامينات مشكلة في المناعة، نقص في المناعة، تلاقي إن الست أو الراجل طول الوقت بيخشوا في التهابات، في أدوار برد، كل الحاجات دي. نقص الفيتامينات يبقى نقص مناعة ونقص طاقة وباور. لو أنا ما باخدش فيتامينز يوميا، لأن لازم أقول إن الفيتامينات الجسم لا ينتجها، فلازم انتيك اكسترنال من بره. لو ما خدتش فيتامينز كل يوم هيبقى عندي كسل رهيب، هيبقى عندي عدم طاقة، عدم قدرة على التركيز. ناس كتير عايزة تركز في شغلها، الطلاب عايزين يركزوا في المواد بتاعتهم. لو حصل نقص في الفيتامينز هيبقى نقص في التركيز ونقص في الطاقة، وزي ما انا قلت نقص في المناعة ونقص في عملية التمثيل الغذائي، الحركة. وكمان بالنسبة للسيدات هتلاقي شعرها بدأ يقع، ما دام ما عندهاش مرض، برجع اقول ما دام ما عندهاش مرض مناعي او مرض في الغده الدرقيه او مرض يؤدي الى تساقط الشعر، لو عندها مشاكل في الكلى او كده. نقص الفيتامينز للستات هتلاقي شعرها بيقع، بشرتها شحبه، ما فيش نضاره، ما فيش الكلام ده. فزي ما قلتي الفيتامينات هي بنزين الجسم. بالظبط، طول الوقت انا عايزه جسمي يبقى مناعته قويه، المناعه ده الجيش بتاعنا، فعايزة يبقى مناعتي قوية أخد فيتامينات، عايزة يبقى عندي صحة أخد فيتامينات، عايزة يبقى عندي قدرة على التركيز وعندي قدرة على النشاط وشعري ما يقعش وبشرتي تبقى نضارة، يبقى لازم أخد فيتامينز. طيب.